السلام عليكم. شوبير دي زاد كالعاده معكم. مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم جينا نتكلموا على خبايا تاع استدعاء اللاعبين المحليين، وهما كما نعلم ويعلم الجميع بان هاد اللاعبين يكذبوا علينا، يقولنا لعاب من البليده وزوج من المديه. المعلومات اللي عندنا من اهل المديه من مدينه المديه بان هاد اللاعبين وهي لاعبين تاع بارادو، يعني هاد اللاعبين اللي راهم في المحليين اللي راهم في الفريق الوطني الجزائري، رغم ما يقري كاين لاعبين في الياسما بصح راهم كاع لاعبين تابعين رزاتشي. رزاتشي مقدمهم كهدايا للمديه للبليده في ستيف باني. كاين زوج عند حمار، كاين في قسنطينه، كاين راهم فركتهم ويدير لك استدعاء بان جاب لعاب من البليده وجاب لعاب من الياسما وجاب لعابين من قسنطينه وجاب لعابين من هما كاع كوبلون واحد كاع متاب كاع يخدموا لزاتشي. هادو لي بريزيدون اللي تكر كاع راهم يخدموا لزاتشي. ما تجيش اليوم تعطينا تقولوا لنا بلي هادو لعابين محليين تاع الجزائر، لا هادو لعابين محليين تاع بارادو، هادو تاع الدراهم تاع يدخلوا البارادو يحوس يدير لهم اجازات دوليه لاعبين دوليين وبعد يديهم. ما تجوش تكذب علينا ولا كاين الناس كاين الناس 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 يتفيق الناس يتعرف الحقيقه. سي محمد هادو الناس اللي ما يبوش يتكلموا، هادو الصحافه هادو هذا بالشيخ مكسر راسه كاع يتوغ علينا. تقول لي راه خلقوا طارزون خاصه غير غابه، دخل الغابه وكما صاتي واخر وقت الغابه تاع بوشاوي كما صاتي مسجره السجره قال راه مهبول خاطر راه قدام لا تجيبوها طوه الدواء تاعو تاع اللي ثقلها صاحبي قاعد مدخل منه يدخل منه يدخل منه. وراكم اودي انت تتكلم على العشريه السوداء، نورمالمون العشريه السوداء ناس نعقلوا نعقل ديكلاراسيون دارها من ناد دارها من ناد مي قالوا له كيفاه خرجتوا بنقطه برومي ماتش برومي تور تاع 92 كوب دافريك تاع 92. قال لهم قعدنا نخمو على الاهل تاعنا ونخمو. ودروغبا في 2006 مي قالوا له كيفاه متمركي دير كيما، قال لهم نحوس على البلاد تاعي يتحد وعلى الشعب يتحد. نتوما فما في الجزائر خاصتها ابتسامه. اما نتوما روحتوا برتوا وجيتوا وقلتوا بلي كنا نخموا الاهل تاعنا وتكذبوا علينا. الاهل تاعكم قاع هربتوه لاوروبا وتجوا تكذبوا علينا حنايا. فماك الشعب اللي كان يحوس على ابتسامه ماشي في الرخاء. انا تجي تضحكني انا ما يكون ما كون وكون مريح ربي يقول لك ادعيني ادعيني ادعيني. مي تكون في الرخاء ومي تكون في الاخرى مي تكون في الاخرى مي تكون زايد عليك انا نسلكك. وانتوما في الرخاء صفقنا عليكم في لي زوني كاتروبا ومي ولات مصيره علينا ما صرناكمش باش تعطونا غير تبسيمه صغيره. ها مالكم حنايا من حنا هادو شوارع الجيل اللي جا جديد عطانا امل عطانا امل. شلنا بلي هاد اللعابه جاو باش يرفعوا الرايه الوطنيه ويمثلوا الرايه الوطنيه احسن تمثيل ويمثلوا الشاب الجزائري ناجح خارج الجزائر. خاطش عليه تركين هادو كي يسموه هادو نجحوا خارج الجزائر، هادو نجحوا خارج الجزائر. ما ماجر ولا وردي قال لهم انا البارح شفت هذاك وردي ما طميته ما باش مي بان بالشيتا تاعو يضرب بالشيتا ميل فوا ودعمني بزاف ودعم جيتو وتشوف في ما تهدر وخايب من بالشيخ وتقول ما بالشيخ لعب مولا دي سيتر وجايب مواضيع على حساب بالشيخ. شو الناس زو الناس كي دايرين ناس تخاف انت تخاف من بنادم كيما انت نجاه نورمال بشي ختوما بكري لعبتو ما درتو والو نورمال. وما كاش اللي تجرأ وقال بالشيخ انت يا حبست الفوتبول 78 دايرينو بلي لعب كوب دي موند كوب منا كوب منا كوب تاع الطوماطيش كوب تاع وجه رساله لفيغولي مبولحي. يا فيغولي مبولحي مازالو هاد الناس يهاجموا فيكم مي كنتو مي كنتو من قبل كانوا يهاجموا فيكم ودروك راهم يهاجموا فيكم. نتوما بلال جابتكم الوطنيه بصح مازالوا هاد الناس يهاجموا فيكم. هاد الناس تخدموا معاهم ما تخدموش معاهم يكرهوكم. واحد كيما ماجر واحد كيما زاتشي ما صابلكش غارديا مليح وفي غولي ما صابولكش جوار مليح خاطر جابوك انت باش تغطي
باش تغطي على الدو، تغطي على فرحات وتغطي على عطال، خاطش عارفينك تطلع وتهود، عارفينك تطلع وتهود، جابوك باش تغطي. زاتشي زاتشي كي جابك جابك باش تغطي على فرحات، غادي يديروا لك فرحات تغطي عليه العيوب تاعو كاع تغطيهم، وجابوك فانيك باش تغطي هنا في قسنطينة، تغطي على عطال، جابوك يخدموا بيك، ما جابوكش تايا باش يبغوك، لا، أنا نقول لك في غولي، جابوك باش يخدموا بيك، وزيد فانيك من كاين واحد الصحابي البارح لا اله الا الله محمد رسول الله، ويقول لك قال لك شو كيسمه صحابي يعرف خبايا المحترفين، يعرف خبايا المحترفين، شي يقول لك قال لك كادامورو مازال يلعب في لاسويس وهذا كذبه ود عمي، وقال لك وبالشيخ شي قال لهم قاعد يدافع على قديورة، قالوا قديورة 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 لعب ماتش مركب تيرا كون تنزانيا 2011 هذا مكان قديورة، وين تقدم مقابلة كبيرة وشنا مقابلة تاعو كبيرة، عطونا قديورة وين تقدم مقابلة كبيرة، أنا مانيش كونت قديورة بصح هادوش يتيم، هذا شي قالوا قالوا نعرف باباه، يا ودي خلينا تعرف باباه ولا حنا نهضروا على الدرابو وصاحبي. انا ما شو ما قلتها لكم شعب الخطر، قلتها لكم نقول لكم هادو عندهم عقليه تاع خلينا من الدرابو خلينا من الاعلام، هادو عندهم عقليه تاع انا ندي الدراهم وانت تدي الدرابو، هادو عندهم عقليه تاع انا ندي الدراهم وانت تبغي الدرابو، اي محشيت لك هذا مين نضرب على قديوره ضرب بالشيخ، مين نضرب على قديوره يعرب باباه، وزاد قال لهم علاه ما تجيبوش حليش، اش قال لهم قال لهم باباه قال لهم جواد كي ونعرفوا، واش دخلنا في باباه جواد كي وتعرفوا ما تعرفوش، بركاك انت راك كبير انت وانت اش تضرب، تضرب الشيطة الناس تدير جواد جيد، وانت اش دير دير الشيطة ولا اش دير، بركاونا من هذا المشاكل. ونزيدوا فانيك معلومه واخده اخرى نعطيها للشعب الجزائري، كي سموه بوحنيكه، هذا بوحنيكه انت كان يدي الدراهم من عند اشهار اشهار، شمي كانوا يديروا اشهار تاع بونال اشهار تاع اروما اشهار تاع منا اشهار تاع طوماطيش الحاره وكلش، هادو استمان الاشهارات تاعهم، كانوا يدوا الدراهم يدي الدراهم من عند فرحات، والمعلومه ماشي المعلومه وهذه صح، هذا كان يمشي مع بو حنيكه وبالشيخ، كانوا كل سيمانه يجمعوا مع بابا فرحات، يجمعوا معاه يمد لهم الدراهم قاعد يديروا في اشهار، خاطش علاه الحصه اللي فاتت تاع بالمكشوف استقالوا داروها بالشيخ فرحات، عيطوا له تما صايك المهمه تاعنا حنا كملت، بغى يلعب روب راسو ما بغاش يلعب روب راسو سهل عليه، المهم حنايا درنا له اشهار حتى اللي جابوه، بعد قال له كيما شكون فرحات زعما بالشيخ ما يعرفش فرحات، اول مره ما يقولوا له عليه، عرفتوا التنفيق تاعهم كي داير، وزيدوا فانيك ماجر تكلم على الانضباط، ماجر والصحافه تكلمت على الانضباط، وداروا مبولحي داروا مبولحي هو اللي غادي يلعب الدور تاع المنضبط ويعقل صح، مبولحي نتوما اصلا كنتو ماشي كنتو تحاوزوا فيه، كوستوه تبلعوا عليه الجزائر ما يجيش، طياره في السما اللي جايبه مبولحي طيح، نتوما ظنكم مبولحي راهي بالكم مليح، نوما مبولحي يفهم باللي هذا الناس بيخدموا بيه بيخدموا بيه بلا ما ويدبروا يروح، وتسنى ما البارح بواحد البارح هذاك بالشيخ كيفاش كان يتكلم، كيفاش شنا ما البارح بالشيخ كيفاش يهاجم في مبولحي، كان مبولحي عنده 45 عام ولا يقول بوفون غادي يلحق 70 عام، يا ودي ما عندكش انت اش خرجت يا ولدي تقولنا شعال 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 شناه شعال شعال انت انتوما اللي هدرتوا عليهم ما كاش وين راهم، كنتوا تقولوا حسود وين راه، كنتوا تقولوا منصوري هذاك منصوري ولا مزياني ولا ما كيسموا اللي دار كان يلعب فرد وداتو لامسيه وين راه، ما كاينش انتوما وين راهم، كاين لي كارديا عطينا لي كارديا عطينا كارديا واحد عطونا كارديا واحد انتوما تعرفوا، انا ما راني مع بورحي ما راني مع حتى واحد، راني نهضر ضربك اليوم كيما راني نهضر كيما راني نهضر على الجزائر، مانيش نهضر على بورحي ولا راني نهضر على وقت اخر، وزيد هذاك وردي اش قال لهم،
وردي قال لهم من اللي حطم الفريق وهو كلام؟ انا نقول لك وردي انت ما كنتش عايش هنا بالجزائر ولا غير البارح جابوك، كنت عايش في الغابه تاع الامازون ما كنت عايش.